ليش بيذكروه كتير هذا جاستن هانسن؟ معقول نسمع عنه لقدام؟ هي تاني مرة بذكر اسمه. هي بدنا الجوهرة. معي فراغ؟ اوكي اعمل هيك واعمل وينه هيك افتح خلصنا مدلعك. ستارز بادج وات از ذس؟ استنى هذا اكزامن هاد هي يو اس بي. اه بدنا نروح لغرفة وين غرفة ستارز؟ وين غرفة ستارز؟ طريقة صح بس انا تعبت انا تعبت لو صليت تعبت 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 خلصني خلصني. اخلص تقول ليش بدك يشد هذا؟ بسم الله نقزتني هذا الماجنوم صح. لايتنينج هوك هذا الماجنوم صح؟ ايه اه وينه؟ ايو ام اي جي ماجنوم. ليكار احنا قتلنا ليكار مش ضروري يجي كمان واحد. قتلنا لي هون على فكرة ما قتلنا في صوت ما قتلنا حسن. ليش حطيت رصاص ما حطيتش رصاص الماجنوم على جنب؟ او او ايه او المفتاح خلص عليه صح احمر يعني باي باي ممتاز. ما تفلموني انا فتت على غرفة الغسيل انظف هدومي والجرابات بتاعت المعفنة. ايش هاد؟ هي هي كمان وحدة كمان زر. يلا يلا نعملها هادي فيري نايس في وقت. آه اوكي انا حبيتها هاي بس عارف كيف تنعمل. اوكي واحد اثنين ثلاثة أربعة لا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هات الزر الثالث يس. شو هذا اللي تحت الأخضر؟ هذا الدفاع زاد الدفاع عندي الله يلعنها. ليش في ليكار؟ ليش هيك؟ ليش بيزلونا بالإشي؟ حافظ الرقم أنا 203. مأساة على فكرة. يلا منيح انبسط. في إشي تاني صح؟ مش أظنش بس هذا ثلاثة. في إشي هون؟ أو في سكينة. اه بدي بدي سكينة بدي 103. ايه حسان هيك فتحنا كل الخزائن خبصت الدنيا انا. دي سي ام اللوك. هي انا موافق انا موافق. هي اللغز الجديد القفل الجديد دي سي ام يسعد فلافل. والله الدفاع بعد وقت منيح منيح ممتاز ماستر. على فكرة استفدنا منه ضربة الليكر ما نقصتنا فاين. احنا فاين كان ضربة منه يخلينا كوشن. دي سي ام انت للعالم تم تم. وات از ذس؟ رصاص ماجنوم خمس رصاصات حلوين بس انا هيك هببت الدنيا. ايش بدي اعمل هلا؟ هي جريس انا في 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 من هون. ايوه حسان صح طريقك حسان صح طريقك. لا بس انا اذا حذرت اشي من التريلرات اللي شفتها قبل انه اهرب من مستر اكس. هون في باب صح؟ ايوه يخرب بيته. دش 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 في اشي هون. 2 6 11 هي هاي للخزنة. 2 ليفت 6 ليفت 2 رايت و11 ليفت. اوكي 6 ليفت 2 رايت 11 ليفت 6
left 2 right 11 left. هه هه شو هاد بازل بريك ايش لا باتيلدا ما ايش فراغ عين عن. طب اسمع خليك 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 لا 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 فتح الباب اجا هون اجا صح فوت ليون فوت زفت الطين سكر الباب بس اعطيني مجال يا اخي الباب فتحته للباب فتحته للباب بسرعة مارفل اخذ سكينتي الحقيرة الله يوفقه هذا شو بيعمل استنى اكزامن وينو suppresses muscle rise and increase accuracy بيزيد الدقة دقة مين وانا بنقصني دقائق وانا بكون خايف وبتخفي السنة من الخوف على فكرة انا حاسس انه ليون انا شوف انا على ليون بصراحة انا حاسس انه ليون مستخدمه كفار تجارب في هاي اللعبة هون في اشي هيك بجرب عليه اللعبة وبعدين بتدخل كلير في التختيم الثاني ان شاء الله زي الملكة عارفة كل اشي ليون حزين هل هون ايش بدنا نعمل انا مش عارف اوكي وات ايفر على فكرة واضح شو بدنا نعمل بدنا نخلي العدادين على النقطة الحمراء فا ايش بدنا نعمل هذاك على الاحمر طب هيك لا اوكي وبعدين كيف زبطت هاي وبعدين جيكس الله يسعدكم محلاكم الله يسعدكم محلاكم ذكرتوني بشغلة مهمة كتير حكيتولي حسان انت بتقدر ترمي القنابل مزبوط انا بتذكر زمان لما شفنا لا لا حسان عم بتتوسع انت اخذت هدول بوكس الكترونيك بارتس خلينا اتأكد بالله اذا فيهم هي وات اوه اسمول الكترونيك بارت هذا للغز المشكله عندي انه انا الكاميرا لازم اعملها اعاده تشغيل كل 33 دقيقه وكل 31 دقيقه مش عارف ليه ايش في ليون هذا صوت نفسك ولا زومبي هلكتني شو هاد لارج جير شو هاد لساعك انه ذكرني بريزيدنت ايفل 3 هذا الاشي يور انفنتور يا حبيبي بدي اخذ فراغين شو هاد هيو ما يلعن ابو الحول وك هذا نفس لغز الجزء الثالث نفس لغز الجزء الثالث تقريبا انه برج الساعة وبتحط فلافل في اشي فوق اذا اجاني مستر اكس هون انا خلص يخرب بيته وعمل لي على فكرة انا حكيت هالشغلة قبل انا عندي مشكلة طخ انا عندي مشكلة بالوحوش اللي بتلحق بتوتر كتير مش شوي كتير كتير سمول جير ايش هذا؟ بدنا نحطها تحت؟ انا هذا الهدوء عامل لي فلافل في شي بينزل هون صح؟ او لا ايش صار؟ عن جد؟ هي؟ ليش باخذها مرة ثانية؟ هاي لساتها شغالة والدرج هذا ما طلع هي احط الجير فوق وات اوه
يخرب بيتها إلى 10 دقايق بفكر زهقت. يعني صوت هالجرس. Hope I don't have to write a report on this. تتناغش ليون بقول لك أتأمل إني ما أكتب تقرير عن اللي عملته إنه خرب الجرس الأثري. قتكني ليون. أي وقت نغاشتك ما ولا بكفي. أوه ماي جاد خلصني. هذا شو بده يعطينا؟ إكزامين. هايها هذا لغز ولا ايش؟ يب اكيد بدنا نحله بس. او هذول بيتحركوا كمان. اوكي ايش صار؟ او ها خبص الدنيا قاعد. اوكي لا 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 ايش ضووا هدول؟ كالعادة بحل الغاز وانا مش عارف شو بعمل.